السلام عليكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. معكم مهندس عمرو صلاح. درس جديد من دروس دورة مكونات التيار الخفيف في 10 دقايق. النهاردة معانا الساوند سيستم. نبدأ كده على طول. بسم الله والصلاة على رسول الله. الساوند سيستم يا شباب موجود في أغلب المشاريع اللي أنت ممكن تشتغل فيها، مستشفيات، مستشفى، مطار، قاعة محاضرات، يعني مدرسة، كلية، بتاع، موجود يعني في أغلب الأماكن، تمام؟ فنادق طبعا ده أساسي طبعا، تمام يا شباب. مكونات النظام خلينا نشوفها احسن على الليزر بتاعه او على السنجل لاين دايجرام بتاعه، بعدين نبدا نشرحها ايه واحده واحده، تمام. اول حاجه زي اي نظام لو كارنت في هنا الراك، تمام يا شباب. الراك ده جواه ايه؟ الراك ده جواه حاجه اسمها ميكسر او ماتريكس، هنعرف الفرق بينهم دلوقتي، يعني يا ده يا ده، تمام. وفي جواه حاجه اسمها، حاجة مهمة جدا طبعا، الامبليفاير، تمام يا شباب. دي موجودة فين؟ ده موجودة في دور الجراوند في الايه؟ في الالكتريك روم، تمام يا شباب. راك جواه جهاز اسمه ميكسر او ماتريكس، تمام، والايه؟ والامبليفاير، تمام يا شباب. الجهاز ده الدخل بتاعه الميكسر او الماتريكس او الامبليفاير، اي منهم دلوقتي يعني حاليا الاثنين دول بقى واحد، بقى اسمه امبليفاير ماتريكس او امبليفاير او امبليفاير ميكسر، بقوا جهاز واحد، تمام. ايا كان دلوقتي لو هو جهازين زي ما كانوا، الميكسر ده بيخش له ايه؟ بيخش له مثلا ميكروفون، بيخش له مثلا سي دي بلاير، بيخش له دي في دي بلاير، بيخش له مثلا راديو اف ام ام تيونر، بيخش له مثلا ايبود او ايباد او وات ايفر، اي حاجه هتعمل صوت، اي حاجه اللي انا عايز ايه اشغلها، تمام. بطلع منه بايه؟ بطلع منه على حاجه اسمها الاول فوليوم كنترول، فوليوم كنترول، تمام. هنعرف كل حاجة عبارة عن إيه، بس خلينا إيه نشوف النظام الأول واحدة واحدة كده. الفوليوم كنترول ده بطلع منه بعد كده لإيه؟ للسماعات بتاعتي. دي مثلا سماعة، دي سماعة، دي سماعة، واضح؟ تمام يا شباب. دي هنا إيه؟ دي السبيكر، السماعات، تمام؟ وده اسمه فوليوم كنترول، تمام يا شباب. ده مثلا بتاع الدور الارضي، مثلا الدور الثاني، الدور الثاني بطلع له فوليوم كنترول، بعد الفوليوم كنترول السماعات بتاعتي، تمام يا شباب. الدور الثاني، الثالث، الرابع، وهكذا، كل دور بطلع له بايه؟ فوليوم كنترول. وبعدين بتحرك من الفوليوم كنترول، بمر على السماعات بتاعت الدور بتاعي، تمام. بس كده خلاص، هو ده الليزر دياجرام بتاع الساوند سيستم كله، تمام يا شباب. لو جينا نتكلم كده واحده واحده، الدخل بتاعه كلنا عارفينه، سي دي بلاير، دي في دي بلاير، اي حاجه انا عايز اشغلها اخلي الناس كلها تسمعها، تمام. عايز اتكلم في مايك واخلي ايه الناس اللي قاعدين في المحاضره قدامي كلهم يسمعوا، في قاعه كبيره او في مستشفى، عايز اعمل نداء لاي حد في المستشفى او الدخل ده كله معروف، ده ما فيهوش حاجه تتشرح يعني، تمام يا شباب. ده الدخل بتاع الميكسر او الماتريكس او زي ما قلنا لو هو بقى جهاز واحد اسمه ايه؟ ماتريكس امبليفاير او ميكسر امبليفاير، تمام يا شباب. الخارج بتاعه، الخارج بتاع الجهاز ده، اول حاجه الفوليوم كنترول. الفوليوم كنترول ده يا شباب ممكن مثلا علبه 7 في 10 او 7 في 14، 7 في 7، حسب حجمه، حسب الشركه المصنعه. ده بتحكم فيه في شده الصوت، بعلي واوطي منه للمكان اللي ايه؟ المكان اللي السماعات ده هتشتغل فيه، تمام. انا ممكن اكون مش عايز في كل الادوار، لو انا عندي مثلا اربع ادوار زي كده، تمام، انا مش عايز الصوت في الدور الاخير زي اللي في الثاني، زي اللي في الثالث، زي اللي في الاول، حسب اي رؤيه انا شايفها، تمام. مثلا الدور الاخير ده مثلا بتاع عنايه مركزه مثلا في قلب مستشفى، فانا مش عايز الصوت بتاع النداء لاي دكتور او لاي حاجه يكون الصوت مثلا عالي، مثلا انا يعني بدي مثال افتراضي مش حقيقي، تمام. الفوليوم كنترول ده بقدر اتحكم فيه في ان انا ايه اوطي او اعلي الصوت بتاع المنطقه دي، تمام يا شباب. او لو تعمقنا اكتر في التصميم، بتلاقي مثلا السماعات دي بتتقسم على انها زون، تمام.
كل زون بيبقى ليها فوليوم كنترول لوحده. يعني انا عندي مثلا مبنى مثلا او المكان اللي انا حاطط فيه سماعات عباره عن مثلا ايه 4 غرف او 4 اماكن منفصله. ال4 اماكن المنفصله دول انا مش عايز ايه شده الصوت يبقى في كل واحده فيهم، او كل عن ال4 اماكن دول مش عايز يبقى ليه فيهم نفس شده الصوت، تمام؟ فبقسم كل سماعات منهم على زون، تمام؟ تبقى ليه مثلا زون 1، زون 2، زون 3، زون 4، كل واحده منهم عليها مثلا 4 5 سماعات، تمام؟ فبحط عند كل واحده، عند كل اوضه فوليوم كنترول على كل زون، بيبقى الشكل عامل كده، يعني دي كانها زون ودي زون ودي زون وهكذا، تمام يا شباب؟ دي فائده ايه الفوليوم كنترول، ان انا بقدر اتحكم فيه في السماعات، في شده الصوت ايه بتاعت السماعات الموجوده في مكان معين، تمام يا شباب؟ دي حاجه في التصميم يعني ايه، بس قلنا عشان تفهم بس معنى ايه او ايه فائده الفوليوم كنترول، تمام يا شباب؟ ده ايه الفوليوم كنترول. تالت حاجه عندك السماعه. السماعات في منها اندور وفي منها اوت دور. الاوت دور ده اللي هو الايه اللي هو الهورن، تمام؟ السماعه الخارجيه كلنا عارفينها. الاندور السماعات في منها في السقف، بتتعلق في السقف، بتركب في السقف، يعني بتركب لطش في السقف، تمام؟ وفي منها حائط، في منها بتركب على الحيطه زي مثلا في قاعات المحاضرات بتبقى راكبه على الحيطه، تمام؟ او في منها المعلقه السسبندد، المعلقه دي بتكون في الارتفاعات العاليه، تمام يا شباب؟ دي ايه دي انواع السماعات، تمام؟ السماعه بتتوصف بايه؟ بتتوصف بالاوم وبالوات. يعني مثلا يقول لك ايه السبيكر، السماعه دي الساوندر دي 4 اوم 6 وات، تمام؟ ده التوصيف بتاع السماعه، تمام يا شباب؟ هينفعني في ايه؟ هنشوف بعد كده، او بستفيد منه في ايه؟ هنشوف بعد كده، ماشي يا شباب؟ الكابلات المستخدمه، الكابل المستخدم ده كابل 2 1.5 كبر كوندكتور، تمام؟ سلك سماعات، طبعا مش 2 في 1.5 بس، 2 في 1.5 ده اشهر حاجه مستخدمه، تمام؟ الكابل المستخدم في السماعات سلك 2 واير كبر كوندكتور حسب الفولتج دروب بتاعك، تمام؟ بتحسب الفولتج دروب السلك ده هيمشي قد ايه من اول امبليفاير لحد اخر سماعه، تمام؟ لو تجاوز ال 5% بتغير عندك 2 من عندك من اول 2.5، 2 في 3/4، 2 في 2، 2 في 1.5 ده اكتر حاجه، 2 في 2.5، 2 زي ما يكون حسب الفولتج دروب بتاعك، هو اللي هيحدد لك السلك هتستخدمه، لكن انا بديك الاغلبيه اللي شغاله الجزء العملي اكتر، يعني اكتر حاجه مستخدمه في سلك السماعات ال 2 في 1.5 تو واير كبر كوندكتور 2 في 1.5، تمام يا شباب؟ ناقص لنا ايه؟ الامبليفاير او الميكسر والماتريكس، تمام؟ بص سريعا كده، الميكسر ده بيطلع منه صوت واحد، تمام؟ بيطلع منه صوت واحد، يعني ممكن مثلا اكون مشغل حد بيتكلم وفي موسيقى في الخلفيه، الاثنين هيشتغلوا مع بعض، تمام؟ هو اسمه ميكس عشان بيعمل ميكس بين الصوتين، تمام؟ او بيطلع صوت واحد بس لو هو صوت واحد بس اللي شغال، يعني مثلا في قاعه محاضرات، يعني الميكسر ده اغلب استخداماته قاعات المحاضرات مثلا او الاماكن اللي فيها حد بيحاضر، فيها يعني فيها حد محاضر، تمام؟ بيتكلم في مايك، فانا مش عايز بس صوت المايك هو اللي يطلع، تمام؟ او لو في موسيقى شغاله معاه في الخلفيه او في مثلا ادعيه شغاله في الخلفيه او كده، بيعمل ميكس في الاخر بيطلعهم صوت واحد بس، تمام؟ ده اللي هو ايه الميكسر. الماتريكس ده بيطلع لي اكتر من صوت في نفس الوقت، يعني انا ممكن اكون مثلا في مستشفى مشغل في الدور الاول مثلا قران، مشغل في الدور الثاني ادعيه، الدور الثالث مشغل فيه مثلا النداء الالي، الدور الرابع فيه مثلا حريق وفي ايفاكويشن اللي هو ايه بتاعت الاخلاء، نظام الاخلاء، تمام؟ فممكن يكون في دور شغال حاجه. الماتريكس ده الفرق بينه وبين الميكسر، الميكسر ما يقدرش يعمل كده، الميكسر هيطلع لك صوت واحد في كل المكان، الماتريكس يطلع لك ايه؟ كذا ايه؟ كذا اوت بوت، تمام يا شباب؟ اللي احنا بنتكلم عليه بقى في الاخر اللي بقى الموجود عملي دلوقتي الامبليفاير ماتريكس. تمام؟ الامبليفاير ماتريكس ده كله بقى جهاز واحد، تمام؟ ايه الامبليفاير؟ الامبليفاير ده معروف كلنا عارفين الامبليفاير ده بيعمل حاجتين. أول حاجة بيكبر الإشارة، تمام؟ تاني حاجة تغذية باور للإيه؟ للسماعات. تغذية الباور للسماعات وبإيه؟ بيكبر الإشارة. إذا الأمبليفاير بيتعرف عني بإيه؟ بحاجتين، بالجين. الجين ده اللي هو بيكبر إشارة قد إيه؟ الإشارة مثلا داخلة له 2 من 10 وطلعها مثلا 100، تمام؟ ده إيه؟ ده الجين بتاعه.
تمام؟ ال 100 على 1 من 10 يبقى 1000 مثلا، الجيم بتاعه مثلا 1000 مثلا وليكن يعني. تمام يا شباب؟ تاني حاجه بيتعرف بيها الايه؟ الباور بتاعه الوات. تمام؟ المخرج بتاعه كام وات؟ المخرج بتاع الامبليفاير اللي بيروح يغذي السماعه اللي هو الخط اللي احنا كنا راسمينه هنا، دي هتغذي كام وات؟ تمام؟ انا بستفاد منه في ايه؟ احنا قلنا بنيجي نعرف السماعات بنعرفها بالوات، سماعه مثلا 6 وات، 5 وات، 4 وات زي كده. تمام؟ المخرج اللي عندي في الامبليفاير اللي هيغذي خط زي ما احنا كنا راسمين كده دلوقتي، ده كده الامبليفاير ماتريكس مثلا. ده كده طالع يغذي ايه؟ فوليوم كنترول، وده طالع يغذي السماعات. تمام؟ انا مش هينفع احط عدد سماعات، كل سماعه منهم مثلا 6 وات، 6 وات، 6 وات وهكذا. ما ينفعش عدد السماعات ده يكون الوات بتاعه اكبر من المخرج اللي موجود على الامبليفاير. تمام؟ الامبليفاير مثلا بيجي يقول لك ايه؟ مثلا جين 100، التوصيف بتاعه مثلا جين 100 او جين 200 ومثلا ايه؟ 200 وات. تمام؟ ده المخرج بتاع الامبليفاير. تمام؟ يبقى انا ما ينفعش احط على الزون الواحده اللي هي على المخرج ده، ما ينفعش احط عليه عدد سماعات اكتر من ال 200 وات. تمام يا شباب؟ يبقى كل اللي بيعمله الامبليفاير عندي ان هو بيعمل ايه؟ تكبير الاشاره، وان هو ايه؟ بيغذي السماعات بالباور اللي هي محتاجاه، يعني يعتبر داتا وباور في نفس الوقت. تمام؟ وزي ما قلنا شباب، الميكسر والماتريكس امبليفاير يعتبروا كلهم بقوا جهاز واحد دلوقتي، يعني الراك جوه كان زمان جواه جهازين، يا ميكسر او ماتريكس ومعاه امبليفاير. تمام؟ دلوقتي بقى يعني في الغالب هتلاقيه جهاز واحد اسمه ماتريكس امبليفاير او امبليفاير ماتريكس. تمام؟ جهاز واحد فيه كل حاجه، بيخش عليه الانبوت اللي احنا دخلناه، المايك والراديو والكلام ده كله، وبيطلع منه على فوليوم كنترول. الفوليوم كنترول ده بيروح يغذي السماعات الموجوده في الدور. تمام يا شباب؟ هتلاقي المخرج بتاع الامبليفاير ده، حته كده في التصميم بس بسرعه كده، المخرج بتاعه بيكون فيه ممكن مخرج عن طريق الاوم او مخرج عن طريق الفولت. تمام يا شباب؟ السماعات بتتوصل ازاي مع الفوليوم مع النظام ده؟ السماعات بتوصل ايه؟ بتتوصل بارلل، ممكن تتوصل سيريز، بس النظام ده يعني مش مستخدم قوي، في الاغلب بتتوصل بارلل. تمام يا شباب؟ يا اما المخرج بتاع الاوم ده بتستخدمه لو عندك عدد سماعات قليل، تستخدم المخرج بتاع الاوم. تمام يا شباب؟ لو عندك عدد سماعات قليل، لو عندك عدد سماعات كبير بتستخدم المخرج بتاع الفولت. تمام؟ بتلاقي المخرج ده عباره عن ايه؟ مثلا نقطتين كده، مثلا دي 50 فولت والنقطه دي مكتوب عليها كومان. تمام؟ بتطلع بالسلكتين بتوعك اللي احنا قلنا 2 في 1.5، تطلع منهم تروح ايه؟ على الفوليوم كنترول، وتخرج منه على السماعات بقى بتاعتك، بتتوصل زي ما قلنا ايه؟ بدل زي كده. تمام يا شباب؟ ده المخرج بتاع الاوم، ده لو عدد السماعات قليل، المخرج بتاع الفولت لو عدد السماعات كتير، وفي الاغلب بنشتغل من المخرج بتاع الفولت. تمام؟ دي حاجه في التصميم يعني كده وانت بتصمم، بس برضو ايه عشان بالمره هيك هتبقى عارف. تمام؟ ده 90% من مكونات النظام. ممكن الاختلاف يكون في ايه؟ المداخل بتاعتك، تلاقي مدخل عندك مثلا ايبود، تلاقي المخرج المدخل عندك وات ايفر، ايا كان اي حاجه هتدخلها عشان تسمعها للناس. تمام؟ المخرج عندك مش هيختلف عن الحاجات اللي احنا قلنا عليها، انواع السماعات الفوليوم كنترول وانواع السماعات زي ما قلنا كده. تمام يا شباب؟ الحاجه اللي ممكن تلاقيها برضه زياده ما قلناهاش، ده بيبقى فيه انترفيس مع لوحه الحريق، لوحه الانذار الاف اي سي بي، بيبقى فيه انترفيس معاه. ليه فيه انترفيس؟ عشان نظام الاخلاء لو حصل حريق يبقى فيه رساله موحده بتطلع تشتغل في كل السماعات، فلازم يبقى فيه انترفيس مع نظام الحريق بيعرف النظام بتاع الساوند ان فيه حريق، فيشغل رساله معينه بتكون محفوظه على لوحه الحريق. تمام؟ بتكون محفوظه على الماتريكس، كمان محفوظه من ساعه ما يحصل حريق، لما تيجي اشاره من لوحه الحريق في رساله معينه اللي هي رساله الاخلاء هتشتغل في الايه؟ في الساوند سيستم بتاعي. دي كل مكونات النظام. ان شاء الله باذن الله نتقابل في حاجه في الدرس الجاي ان شاء الله. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا يا شباب.